صباح للي عنده صباح، مساء للي عنده مساء، وتصبحوا على خير للنايمين. بالسابق قلنا لكم انه بس بدنا نجيب ايتم وتكون مرتبه منتابع فيها طالما العالم ما عم تشكي عنها. اليوم عم نحكي كثير عن الريكسي او الريسي. عندنا كيبورد تاتش، اذا انت مسافر والكمبيوتر بجيبتك ما بدك تحمل قطعه كبيره، بتحملها كانك حامل تليفون وبتفتحها بتصير تراك باد وتصير الكيبورد. التراك باد فيها شمال ويمين، يعني مش بس شغله رايت كليك بتقدر تكبسه عادي. والجدير بالذكره انه بتاخد 3 تليفونات او 2 تليفون وواحد كمبيوتر، يعني بتقدر تاخد بي تي 1 بي تي 2 وبي تي 3، وفيك تحدد له اذا هو اندرويد او اي او اس او ويندوز او كمبيوتر او اي شيء. هيدي هي القطعه اللي كثير مرتبه من الراسي، بتاخد مثل ما قلنا 3 تليفونات او تليفونين وكمبيوتر، سعرها كثير مرتب، كل شيء بقلبها فولدبل، وكل المميزات اللي بدك اياهم 3 وايرلس كونكشن 1 كليك سويتش. بالكونكشن لما بدنا نعملها بنكبس اف ان وبيندي، بتكبس عليها كبسه طويله اكيد من بعد ما بتكون مدوره عن الجنب، بتعمل كونكت بس بدك تخلص تفصل من الواحد لاثنين. وما ننسى الماوس موجودة، التراك باد موجودة بستاركون مكفولة، سعرها 40 دولار، بتضاين أكثر من 5 أيام، مش شغل ورا بعضه أكيد مفتوح 5 أيام، بس بتضاين 5 أيام بطاريتها وبتنساها. ها 40 دولار مكفولة وموجودة بستاركون، وصار فيني أقول لك يلا روح.